ضربة ركنية لمصلحة منتخب فلسطين على مستوى القائم الثاني، والهدف الأول يسجل في هذه اللحظات للمنتخب الفلسطيني. ذهبت هنا إلى ركنية رقم 5. يا سلام، والهدف الثاني. الهدف الثاني يسجل في شوط المباراة الأول إلى قائدة الفريق جاكلين جازراو. تمرير للأمام وهدف. الثالث يسجل. ما زالت الأمان ممكنة لإضافة هدف رابع، والرابع يسجل. وفرحة ما بعدها فرح. استفاد من خبرات مصطفى تليلي على مستوى تدريب المنتخب الأولمبي وموسى بزاز الجنس صاحب الجنسية الجزائرية. هنا المحاولة تصل والهدف. الخامس يسجل. كرة ملعوبة للأمام، كسر مرسية التسلل، رجوع ممتاز من لاعبة منتخب الكويت. ولكن السادس، السادس يأتي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام للاعبة ولا حسين، ثم هدفين لكارولين صايجان في طريقها لإدراك هدف سابع، والسابع يأتي. السابع يسجل في الدقيقة الأولى في شوط المباراة الثانية. جيدات لكرة القدم. المحاولة تصل لنادين عودة. نادين لعبتها نادين، والهدف الثامن. إذا الهدف الثامن 8-0 ولا حسين. إذا انطلقت قضيات التاسع، انطلقت المدرعة، انطلقت ولا، والتاسع خبطت في العالم والله. التاسع يأتي في هذه اللحظات. إذا 9-0. قد نذهب إلى مباراة سانبول، قد نذهب إلى مباراة كرة يد. 9-0. 4-2. المباراة الثانية أمامنا، منتخب فلسطين يتقدم، والهدف العاشر يسجل في هذه اللحظات. من المدربة أين ماذا عن هدف الحادي عشر؟ سجل الهدف الحادي عشر. إذا 11 مقابل شيء. تدخل بديلة لنادينك. إذا الهدف الثالث عشر. ولا حسين يسجل الهدف الثالث عشر في هذه اللحظات. إذا 13-0. المحاولة تصل ناتالي. ناتالي شاهين في مواجهة الحارس الشيخة، والهدف الثالث عشر. تحت المنتخب الفلسطيني تقدم للأمام. فلسطين في طريقها لهدف رابع عشر، يسجل الهدف الرابع عشر. المحاولة تصل إلى ولاء. انطلقت ولاء، راحت ولاء، سجلت الخامس عشر. هو الخامس عشر. الخامس عشر لمصلحة المنتخب الفلسطيني. المحاولة تصل، والهدف السادس عشر. الهدف السادس عشر يسجل في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين. بالهدف السابع عشر، الهدف السابع عشر خلاص. السابع عشر يسجل لمصلحة منتخب فلسطين. الإعادة تأتي من حكم اللقاء أحمد الشبعان. أوه بعد. وفي هذه اللحظات أيها الأعزاء في كل مكان مشاهدينا متابعينا عبر قناة أبو ظبي الرياضية الثانية.